صلى على النبي. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وكمان تعملوا لي فولو على الانستغرام، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق مثبت. وكمان انا مش ناسيه الناس اللي قالت لي على اللوك الميك اب، بعد اذنك لو انت عايزه لوك معين تقولي لي في الكومنت تحت وهعمله لك يا ستي من عينيا الفيديو الجاي، عشان الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون ميك اب. خير، مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ بصوا بقى، بما اني النهارده مش هنخرج في العيد بقى وكده، طبعا النهارده تالت يوم العيد ولكن مش هينفع اخرج عشان الزحمه وكده، فقلت انا واختي ان احنا هننزل نتمشى، فهنروح نتمشى وهنروح مول جنبنا كده اسمه عجم ستار، فاتح فيه فتح الله هايبر ماركت، فقلنا ايه هنشتري شويه حاجات صغيره كده، وهناخد هناخدكم جوله معايا، وطبعا هتبقوا معايا في كل خطوه برضو، بس هيكون فلوج صغنطوط كده قد كده، وطبعا هتشوفوا معايا كل ده، و بس خليكم معايا كل ما هعمل حاجه ان شاء الله هصورها معاكم. باي باي. انا نزلت اهو طبعا وبلش، وزي ما قلت لكم اي حاجه هصورها معايا. في فتح جنبنا وانا عادوها خلاص. انا رايحة دلوقتي قربت للمول، ولما اروح طبعا هصورها لكم من بره شكله عامل ازاي، وطبعا لما اجيب اي حاجة هوريها لكم. بعد لما جيت اروح المول ما جبتش حاجات كتير، لان انا يعني كنت نازله اجيب حاجات كده بسيطه، مش حابه اجيب حاجات كتير كده. قلت اصور لكم من بره المول شكله عامل ازاي، شوفوا كيف المنظر عامل ازاي. اصلا كانت الدنيا زحمه جدا، احنا اصلا نزلنا قلنا نجيب حاجات بس نتسلى فيها شويه وخلاص. وبعدين جيت اصور لكم المول برضه، انا بحب شكايات عليك لحظة عشان تعيش معايا اللحظة. بس مش شايفين الزحمة قد ايه جوا المول، بعدين كنت عايزة اصور لقيت واحد بيقول لي شيل التليفون مفيش تصوير ومش عارف ايه، ف كنت ماسكه في ايدي، عملت ان انا ماسكه في ايدي عادي، ف قلت اصور كده على خفيف. كان في عروض حلوه قوي في رمضان في العيد، وصصه كانت بكام؟ 66 جنيه، والصبغه دي نوعها باليت حلوه وفيها بصوا كل الالوان اللي انتوا هتحتاجوها اساسا، في البيتي والاصفر والبني وفي كل حاجه. في بقى عروض بتاعت زيت جونسون وشامبو جونسون، والشامبو بتاع جونسون كان حلو قوي، كان حوالي 116 ومش عارفه وحوالي 90 حاجه زي كده. زيت ومعايا شامبو كان حلو قوي، قدرنا احنا العرض نشوف ده كان ب 10 جنيه ثلاثة، كان حلو قوي. وجابت اختي برضو الدوريتوس، احنا جبنا الاسكوتش بونبوني نعناع ده كان حلو قوي برضو، كان عامل 6 جنيه. وجبنا زبادي، جبنا حاجات بسيطة كده، ما جبناش حاجات كتير. في جبنات طبعا، في عروض حلوة كانت، في ناس بقى كانت بتشتري كتير جدا، بس انا واختي كنا نازلين نشتري حاجات بسيطة وقلنا نرجع البيت نتسلى فيها وخلاص. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا البسكوت الطرندي عليها عروض وحلوة جدا. بصوا بقى احنا اشترينا الحاجات اللي نتسلى بيها، تمام؟ بس انا عايزة اقول لكم ان الحاجة غالية مولعة بجد، غالية جدا يعني اكتر من اول، زادت الضعف بدل مرة مرتين ثلاثة. الحاجة اللي كانت في وقت مثلا في شهر 8 أو 7 كانت ب50، تلاقيها دلوقتي بقت 200، فبجد الموضوع صعب اوي. دلوقتي انا بقى طالعة من المول و مش قادرة اتكلم بصراحة، غير اني اقول ربنا يسترها معانا وبس.
انا عايزه اقول لكم ان انا كل مره بنسى اصور حاجات بتروح من بالي، يعني انا روحت مثلا كافيه وروحت اشتريت حاجات تانية ونسيت اصور، مش عارفه ايه ده بجد. وطبعا انا روحت، بصوا بقى طبعا صفوقكم من الصوت اللي ورا عشان الصوت ده في البيت اللي في وشنا عشان في فرح، تمام؟ بصوا بقى انا عرقت والجو حر جدا، ومع ذلك الميك اب اللي انا عاملاه يعني ثابت، ومش ميك اب تقيل على فكره، ميك اب خفيف جدا وثابت، نفس البلاشر اللي كنت حاطاه، بنفس الروج، بنفس كل حاجه. ايه رايكم في اللوك ده؟ اللوك ده تحفه ورقيق جدا جدا. بصوا بقى يا جماعه، انا حاطه حاطين التلفزيون، حاطينه في البلكونه، التلفزيون القديم. عايزه اقول لكم ان الميك اب ثبت معايا لوقت حلو جدا، يعني حوالي 5 6 ساعات اكتر كمان، انا حطاه بقالي وقت. برغم العرق والكلام ده كله، انا بصيت على وشي في المرايه لقيته ان هو زي ما هو، وانا حاطه ميك اب والله خفيف، مش ميك اب تقيل يعني. طبعا بتروح ابص عامله لي لغد، راجع لورا وعامله لي لغد. انا هعمل دلوقتي ايه؟ هقعد في البلكونه، بس انا لولا الصوت اللي في الوش ده قلل مزاجي وقلل راحتي الصراحه. هقعد دلوقتي في البلكونه وهعمل نسكافيه بقى واظبط واروق حالي واتفرج على التلفزيون. ف يعني يا رب يكون الفلوج عجبكم وتنبسطوا معايا، لان انا بجد انا كنت عايزه اعمل فلوج اقوى من كده واحلى من كده، ولكن لقيت نفسي ان انا ما خرجتش خيال. يعني الدولاب ده دولاب قديم بتاع تيتا كنا اخدينه حاطين فيه الكراكيب بتاعه البيت وكده، عرفتكم على البيت. بس رب يكون الفيديو هيعجبكم ان شاء الله. انا كنت حابه ان انا اعمل فيديو حلو كده ورايق، بس طبعا انا ما خرجتش في العيد عشان الزحمه والكلام ده. انا لما روحت فتح الله اصلا ما كنتش لاقيه خالص شنط، ولا لاقيه الشنطه اللي هي بلاستيك دي بايد البيضة، ولا كنت لاقيه اللي هو الجرار ولا اي حاجه. اصلا ما كناش هنجيب حاجات كتير، يعني احنا رايحين نجيب حاجات حلوه تسلينا بس مش اكتر. وجبنا بقى لب وجبنا حاجات كده، جبنا حاجات كده واحنا ماشيين. حتى ممكن اوريكم المشتريات يعني عادي، مش مشكله، فعشان تعيشوا معايا اللحظه. بص بقى جبنا ايه؟ جبنا علبه اللبن دي من بيت الجمله، ما جبناهوش من فتح الله، نسينا يعني. وكان سعرها 26 جنيه. اختي التفسه فتحت الشيبسي واخدت اخدت الشيبسي بتاعها 3 بواكي ب10 جنيه، يعني 2 وعليهم 1، بس طبعا يعني يعتبر لطيف، يعني ده عليهم عروض كمان، يعني ده يعني يعتبر برضو ايه عليه عرض ب26 جنيه، واللب ب10 جنيه، وده نعناع ده حلو قوي. الزبادي برضو لبنيتا، شايفين دودو بتلعب؟ دي الفاتورة بتاعت الحاجة اللي احنا جايبها. بصوا دودو، بصوا كيوت قوي دودو. رحت بقى عملت كوباية شاي بلبن بالطريقة التركية. عملت ايه؟ حطيت حوالي مثلا نص كوباية لبن وعليها نص كوباية مية، ومعلقة شاي ممسوحة خالص، ومعلقة سكر او معلقتين سكر على حسب رغبتك بس كده، وسبتهم يغلوا على النار كلهم مع بعض، وطلع طعمها تحفة بجد. غير بقى لما تغلي المية لوحدها وكمان اللبن لوحده والكلام ده. وبس كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. بص انا حاطه البونبوني فين عشان عارفه اتكلم. طبعا شفت كل حاجه اهو، شايفين مشابك، شفت كل حاجه. وبس كده، يا رب يكون عجبكم الفيديو، يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، وكمان تدعموني باللايك بعد اذنكم والفولو على الانستغرام، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق مثبت. وبس تدعموني يا ريت بعد اذنكم، فككوا من الاصوات دي عشان كان في فرح وكده، فهم مشغلين الاغاني فعادي يعني. بس كده اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامه.